لتعجيل الفرج. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. تبا تبا يا لهم من أمة لم يحفظوا، تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مقتول ومسموم ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مسموم ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامرة وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغداد. ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بأهلي وبعترتي بعد افتجاعي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ يهن يهن حسينكم رضى وضلوعا وضاق الموت روعة فوق روعة. الله يا زينب، زينب اللي تشوف رأس الحسين قدامها تقول له أبا عبد الله كلمني يا نور عيني، فإن لم تكلمني فكلم سكينة، تقول له يا حامل رأس حامين أولينا وريض خلت ودعا نسكينا، والله أشوف حسين ساكت عن ونينا عن ونينا، وتقل طاب له جرحة خدر. يقول يضعوها في مكان يربط فيه الخيل تنظر ما حد يصيح باسمه، يا ضارش روح الأهل وتصل حيهم يا حيونك طبق والنوب حيهم، توسط بالعشيرة وصيح حيهم يا هل زينب خذ وزينب سبي، يا يا ويا هل زينب خذ وزينب يا يا سبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة هذه الليلة أنه الأخوان طلبوا من عندي عن السيدة الشريفة، وهذا الطلب أصبح لي بابا مفتوحا لموضوع آخر يرتبط بالسيدة الشريفة سلام الله عليها، يعني السيدة الشريفة ومن ينتسب إليها من الأب اللي هم أبناء الإمام الحسن عليه السلام. ولنا الإمام الحسن جدا مظلوم، يعني إن شاء الله إن بقيت الحياة في يوم من الأيام ذكروني بهذا الموضوع. شوف عادة دائما نتكلم على المنبر، وهذا من الأمور الناقصة حقيقة، أنه كلامنا يكون عن الحسن عليه السلام عن ولادته وعن شهادته، هناك مدة زمنية تسمى بعمر التسع أو العشر، هاي المدة
اللي هي ماذا؟ ما بعد الصلح وقبل الاستشهاد، هاي المدة الزمنية اللي عمرها 9 سنوات، اللي عمرها 10 سنوات، أكثر الناس أغلب الناس ما قاعد يذكروها، بالعلم أنها ماذا؟ من أخطر محطات حياة الإمام سلام الله عليه، اللي هي عمرها 9 سنوات أو عمرها ماذا؟ 10 سنوات. هاي جدا مهمة، فديوم من الأيام إن شاء الله نتطرق إلى هذه إلى هذا الموضوع اللي هو موضوع 9 أو 10 من حياة الإمام الحسن عليه السلام. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مولانا، أنا بحثت حقيقة عن أولاد الحسن. طبعا البعض يتصور أن أكثر الأئمة أولادا هو الحسن، لا، أكثر الأئمة أولادا هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، علما أنه ماذا؟ أكثرهم سجنا. وهي من الأمور العجيبة في حياة الإمام موسى بن جعفر، يعني أكثرهم سجنا، اللي هو ماذا؟ أخذ السجن من حياته تقريبا 20 سنة، متقطعة بمسافات، بأمور زمنية، بمسافات زمنية، وكان الإمام موسى بن جعفر أكثر الأئمة ماذا؟ أولادا، لأن أولاد وصلوا وبنات وصلوا إلى ما يقارب 34 أو 36 شخص. زين، الإمام الحسن اجد أولاد مولانا؟ وجدت آراء، ابن كثير يقول قول، أنه أبو الفرج الأصفهاني يقول قول، أنه مثلا فلان ابن هشام، سيرة ابن هشام يقول، فلان يقول، الشيخ المفيد يقول، إلى آخرها. اللي وقع أنه تقريبا أنهم قيل 20 أو قيل 20 شخص أو 20 شخصا، وقيل لا أنه 15 وقيل 14. اللي ذكروا تقريبا، اللي ذكروا هم 11، اللي لنا ماذا؟ لهم سيرة، يعني لهم ماذا؟ واقع خارجي، حياتهم مذكورة، اللي هم ماذا؟ اللي هم تقريبا 11. كم بنت؟ وقع الاختلاف، منهم من قال 6، منهم من قال 7، تقريبا هم ماذا؟ أنه هذا الاختيار وقع بين 6 وبين ماذا؟ 7. أنا بودي هذه الليلة أن أتحدث أولا عن أولادي، كل ولد له قصة تقريبا، إن الإنسان لابد أن يتعرف على حبيبه، يعني الإمام الحسن حبيب الجميع، لابد أن نتعرف على سيرته، نتعرف على أولاده. طبعا أكبر أولاد الإمام الحسن عليه السلام هو زيد. زيد هو أكبر أولاد الحسن عليه السلام. هذا زيد مولانا اللي أمه اسمها فاطمة الخزرجية، هذا زيد لم يحضر الطف. شوف مولانا، هاي الكلمة لم يحضر الطف أنا بدي أن أوقف عليها شوية. مولاي ترى أنه مو كل واحد ما حضر الطاف نضع عليه علامة استفهام، هذا ليس بصحيح مولانا. أن الإمام، يعني بعض الناس وضع أن محمد بن الحنفية كان عليلا، هسه كان عليلا ما كان عليلا ما أدري، ولكن اللي أعرفه أنه محمد بن الحنفية وتقريبا عنده 10 أولاد أو أقل بقليل، دول ما حضروا الطف. ليش ما حضروا الطف؟ عندك عبد الله ابن جعفر ما حضر الطف، عندك هناك من أبناء عقيل ما حضروا الطف، هناك من أبناء الحسن ما حضروا الطف. لما أقول ما حضروا الطاف، مو عندهم عداء مع الحسين، لا مولانا، أكو قضية لابد أن نقف عليها، أن الحسين أبقى مجموعة من بني هاشم وين؟ في المدينة لعدة أسباب. السبب الأول لأنه علم بأن يزيد سوف يأتي بسرية لهدم بيوت بني هاشم، وهذا ما حصل مولانا. بعد خروج الحسين عليه السلام، يزيد جاء بسرية أراد هدم البيوت، لو كانت البيوت فارغة لماذا؟ لهدمها بكاملها واستولى عليها. اللي وقف بوجهه منه؟ اللي بقى وين مولانا؟
اللي بقوا في المدينة المنورة اللي هم محمد بن الحنفية، أبناء محمد بن الحنفية، بعض أبناء الإمام الحسن عليه السلام، بعض أبناء آل عقيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحسين عليه السلام مولانا رجل واقعي، يعني لتتصور الحسين رجل يفكر في الآخرة فقط، لا، أن الحسين ديدن القرآن، والقرآن ماذا يقول؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني الحسين هم يفكر ماذا؟ بالآخرة، ويفكر ماذا؟ بأن عجلة الحياة ماشية وسارية، وعندهم أغنياء مولانا. لا تتصور بعض الناس مع الأسف يصور أن الحسين صاعد له على ناقة، على جمل، على فرس، ويا أطفاله وجايبينهم فد شوية مية وجايين. عم الحسين سلطان. تدري الحسين كانت له من الإبل 100 تحمل ماذا؟ تحمل الحرير والذهب والفضة. سلطان لما كان يمر على قرية كان يعطي لأهل القرية، والدليل على هذا عم جيش 30,000 هجموا على الغنائم في مخيم الحسين. زين، إذا ما مخيم الحسين ما بغنائم، المن هاجمين؟ السيرة مو تقول، تقول هكذا هجم الجيش ونهب ما في المخيم. زين، إذا كان الحسين فقير وجايب طرق الخيمة والأمية وأطفاله، شاخذون من عنده؟ مولانا الحسين كان غنيا، كان سلطانا. لتتصور أهل البيت فقراء. عم الإمام الصادق كانت عنده من الضيعات. عم الإمام الحسن يرى رجلا فقيرا أو رجل مملوك يعطي قرصا من الخبز إلى ماذا؟ إلى أجلكم الله كلب. فالإمام سأله قال له ليش تعطي أكلك لهذا الكلب؟ قال له سيدي أنا عندي لسان، إذا أجوع أطرق الأبواب وأقول جوعان. هذا حيوان ما عنده لسان، إذا جاع ما يقدر يعبر. الإمام قال له من صاحبك؟ مولاك منو؟ قال له فلان. تدري شنو سوى الإمام؟ راح اشترى ماذا؟ الضيعة، واشترى شنو؟ العبد. قال أما أنت فحر لوجه الله، والضيعة لك مني هدية. هاي ما تصدر إلا مين؟ من السلطان الغني. ولهذا لابد أن نبين هذه الأمور. أكو مفردات في السيرة لابد أن نقف عليها، دروس. زين، فزيد مولانا من الذين لم يخرجوا علما إلى واقعة كربلاء. زين، زيد مولانا كان رجلا كريما، كان الشعراء يقفون على باب داره ويشعرون. زين، زيد، بس نقطة واحدة، زيد عنده ولاد، واحد اسمه شنو؟ الحسن. أردك ترزم لي هالكلمة هاي. واحد اسمه شنو؟ اسمه الحسن. هذا عايش بيام المنصور الدوانيقي. هذا صار ماذا؟ صار رئيس العسكر في المدينة ومكة في ذلك الزمان. هذا الذي أحرق بيت الإمام الصادق. هسه واحد يقول مولانا شامو طايحين برتبة كنعان، احنا شامو كنعان ابن نوح، شامو احنا نصيح كنعان شيخ الأنبياء وعنده ولد فاسد، شامو جحفر الكذاب مولانا، شا جحفر الكذاب من اجى؟ شا ابوه محصوم واخوه محصوم وابن اخوه شنو مولانا؟ محصوم. زين، عندنا هناك من اهل البيت اللي مثلا عبد الله الافطح ابن الامام الصادق، منحرف فكريا، كان هواه غير هوى علي بن ابي طالب، وادعى الامامه. اذا هناك كثير من الناس، اذا تلقى واحد من ذريه ال محمد مثلا تلقيه منحرف، ايه منو قال؟ شا جحفر الكذاب منين مولانا؟ شا جحفر الكذاب دخل إلى الدنيا كذابا، كان يتجسس على الإمام الحجة، وأخذ أموال الإمام الحسن العسكري بكاملها، وحرم السيدة نرجس من كل شيء، وهو المتسبب بحبسها، وماتت في السجن. أبوه معصوم وأخوه معصوم وابن أخوه شنو مولانا؟ معصوم. هذا الذي ماذا؟ الحسن ابن زيد اللي ماذا؟ أحرق بيت الإمام الصادق سلام الله عليه. زين، هذا الأمر الأول. عندنا ولد ثاني اسمه أحمد، هذا أحمد أخو زيد، هذا حضر واقعة كربلاء، اللي هو ماذا؟ أخو زيد من أمه وأبوه، وهذا حضر شنو؟ واقعة كربلاء، واستشهد في كربلاء، وأمه فاطمة الخزرجية كانت شنو؟ كانت وياه.
وكانت مع النساء. يعني زيد ما حضر وبعد، وأحمد ماذا حضر؟ أحمد ابن الإمام الحسن عليه السلام. هذول اثنين. الشخصية الثالثة جدا مرموقة مولانا وجدا طيبة، اللي هو ماذا يسمى بالحسن المثنى. هاي فد أكو نقطة دبين لك يا مولاي. الحسن المثنى الظاهر وقع الاشتباه بأنه ماذا؟ أن القاسم عرس، لو ما عرس القاسم كذا. وقع وين الاشتباه؟ بالحسن المثنى. لأن الحسن المثنى إجا طرق الباب على من؟ على الحسين وهو في المدينة، قال لعماه زوجني. هذا الحسن المثنى قال مولاي، شنو قال؟ عماه زوجني. فطلع له اثنين بنات، اللي هي منه؟ اللي هي سكينة أو سكينة على قول، يعني على قول اللفظ قصدي، منهم من يقول سكينة ومنهم من يقول ماذا؟ سكينة، اللي عمرها 18 سنة. وطلع لبنية ثانية اسمها فاطمة الصغرى، اللي صاحبة الخطبة في الكوفة. ذن طلعهن إليه فقال له اختر إحدى ابنتي، أما سكينة وأما منه؟ فاطمة الصغرى. يقول أطرق برأسه، استحى من عم الحسين. الحسين قال له أنا راح أختار لك، قال له فأنا أختار لك من هي تشبه من؟ جدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليه، اللي هي فاطمة الصغرى كانت تشبه الزهراء. قال له هذه زوجة ماذا؟ لك. فزوجه الحسين عليه السلام. شنو؟ عقد عليها. يعني عقد عليها، من بعد العقد شنو صار؟ صارت واقعة شنو؟ كربلاء. الظاهر وقع الاشتباه هنا مولانا. زين، هسه القاسم لعله ماذا؟ القاسم مولانا بعمر العرس، يعني بعمر الزواج هم كذلك ماذا؟ يؤخض. ولكن الحادثة، السيرة تقول هكذا، لما انطلعوا إلى القتال الحسن المثنى خرج يقاتل فسقط مع الشهداء. تمام؟ زين، لما اجوا بالليل، طبعا بالليل قبل الغروب العصر صار قطع الرؤوس، قام يقطعون بالرؤوس. اجوا الى المولانا للحسن المثنى اللي قوبيه نفس. كان من ضمن الجيش المعادي للحسين واحد من خواله اسمه ماذا؟ ابو حسان. هذا واحد من خواله منه؟ من خوال الحسن المثنى، يعني امه كوفيه. الحسن المثنى امه منين؟ كوفيه. وهذا خاله. فش قال لهم؟ قال لهم ابن اختي ما حد يقتله، انا اخذ المن لعبيد الله، انه مجروح لانه لقوا اخر انفاسه. قال اذا قال لعبيد الله اقتله انا اولى بقتله، انا خاله ما خلي واحد يقتله. واذا قال لي خذه لك، خذه لك، فانا اخذ ابن اختي. يقول راحوا المن الى الكوفه وانطلق ابو حسان ووصل لعبيد الله. عبيد الله فرحان بمقتل الحسين، او هذا كان وياهم او عسكري وبعد فراد يخدمه. شنو قال له؟ قال خذ ابن اختك اخذه لك. السبايا ظنوا على ان ماذا؟ الحسن المثنى شنو؟ مات، استشهد. يقول بقى سنة يعالجه هذا ابو حسان. بعد سنة رجع إلى مولانا، رجع إلى المدينة وهو على قيد الحياة. فتزوج، يعني أكمل زواجه من فاطمة الصغرى، وعاش 100 سنة حتى خرج من الدنيا مسموما على يد سليمان بن عبد الملك بن مروان. هذا الثالث. زين، الرابع مولانا، أدنى اثنين أخوة أريدك تركز عليهم، هاي في الدرس بيه عجيب غريب مولانا. عندنا اثنين أخوة، ذولا يسمونهم الحسن الأثرم وطلحة. ذولا شنو سالفتهم؟ ذولا اثنيناتهم ما طلعوا لكربلة. ذولا أمهم يسمونها أم إسحاق، وهذا درس إنا مولانا. هذا أمهم يسمونها شنو؟ أم إسحاق. أبوها كان من الذين خرجوا على أمير المؤمنين في حرب الجمل وقاتل ضد الإمام علي. شوف شوف الجميل الجميل، شوف أهل البيت شلون واقعيين. المتدين مولانا المتمسك بأهل البيت لابد أن يكون مساره هكذا. يعني مولانا إذا كان هذا الإنسان زوجتي أبوها عند فد عيب، أخوها عند فد عيب، مولانا شنو أربط الزوجة مع أهلها؟ منو قال هذا الكلام؟ هذا الله ما يرضى به مولانا. كل واحد على جهة، ولا تزر وازرة
أسرة أخرى. مولانا هذا وين؟ هذا وين؟ مولانا أبوها لما انقتل أهل البيت ما تغيرت نظرتهم عن أم إسحاق. تدري مولانا لما استشهد الإمام الحسن آخر لحظاته بالسم مسك إيد الحسين شنو قال له؟ قال له أخي حسين هذا أبوها مخربط ما لنا شغل بيه، أبوها خرج على أمير المؤمنين ما لنا شغل بيه، هي أمرأة متدينة شريفة عفيفة محبة لأهل البيت، إذا مت فتزوج منها بعد العدة. هاي لا تطلعها من بيتنا أم إسحاق، لا تطلعها من بيتنا. الحسين قال له خلاص اسمع القصة. يقول لما استشهد الإمام الحسين أو الإمام الحسن تزوجها من هو؟ الحسين عليه السلام. أولدها من؟ أولدها فاطمة الصغرى اللي هي ماذا؟ اللي تزوجها الحسن المثنى. عرفت القضية شنو؟ شوف الارتباط. زين عدنا من أولاد الحسن سلام الله عليه، أنا الوقت قاعد أنا أسرع شوية الوقت يأخذني. عدنا من الأولاد كذلك عدنا واحد اسمه عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن مات وهو صغير طالع وي عم الحسين إلى مكة. تدرون مكة مولانا والمدينة أكو في 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 وسط المنطقتين أكو منطقة تسمى منطقة الأبواء. هاي منطقة الظاهر كان اللي راجع من مكة واللي رايح المكة صلاة أكل شرب قعدت استراحة وين تكون مولانا؟ بمنطقة الأبواء. هاي المنطقة حطها بين قوسين أدخلت السرور على أهل البيت من جهة وأدخلت الحزن ماذا؟ من جهة أخرى على أهل البيت. أدخلت الحزن لأنها ضمت آمنة بنت وهب اللي هي أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدخلت الحزن كذلك لأن عبد الرحمن ابن الحسن عليه السلام لما رجع ويا عمه من مكة مات في ذلك في تلك المنطقة أصيب بمرض ومات ودفن هناك. زين أدخلت السرور، نعم عند ولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ولد في تلك المنطقة، فأدخلت تلك المنطقة الفرح والسرور على قلوب أهل البيت سلام الله عليه. زين بعد من الأولاد عندنا، وهذا اللي ملفت للنظر مولانا، من الأولاد عندنا كذلك اللي يسمى بعبد الله الأكبر. عبد الله الأكبر هذا حضر ماذا؟ حضر الطف اللي قتله هان الحضرمي. هذا الحضرمي مولانا قتله، وعندنا واحد يسمونه عبد الله الأصغر، هذا شبيه العبد الله الرضيع بس مو رضيع، هذا كان صغير غلام صغير وواقف عند باب المخيم لما شاف الحسين قد سقط على رمضاء كربلاء وشاف أن الشمر جالس على سطر الحسين أخذ بالعصا ومسكته زينب فرفض وذهب ماذا إلى الحسين، أتجلس على صدر عمي الحسين أيها اللعين؟ إجا واحد من اللعناء ضربه بالسيف على يده فقطعها فبقيت معلقة بجلده فسقط وين؟ على الأرض قريب على الحسين. الحسين شنو قال؟ أو هذا الغلام ماذا قال؟ ادركني عمي يا حسين، اسمه عبد الله الأصغر. فالحسين ماذا يقول؟ زحف الحسين وضمه إلى صدري مع معاناة الحسين من الجراح، ضم إلى صدره. اجى يا هو مولانا اجى الشمر اللعين ذبحه من الوريد إلى الوريد. يعني اللي ذبحه مولانا اشقد؟ اثنين، عبد الله واحد ابن الحسين وواحد ماذا؟ عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن المثنى. زين عندنا أولاد كذلك ثلاثة، ذولا ثلاثتهم أولاد رملة، يعني ذولا ثلاثتهم أولاد رملة. يعني عندنا القاسم اللي حضر كربلاء، وعندنا الثاني قتل في كربلاء، وبقي الثالث. الثالث مشى مع السبايا اللي اسمه عامر، مشى مع السبايا وتعبان وصغير وخايف وعطشان، واقف أمام يزيد. يزيد مخلي ابنه خالد على جانبه مبدل وسابح ومرتاح، لعنة الله على يزيد. يقول هذا ابن الحسن واقف قدامه تعبان ووجهه مترب، يقول راد يضحك راد يستهزئ يزيد. شنو قال لهم؟ قال له يا غلام ما رأيك أن أعطيك سكيناً
وأعطي لولدي خالد سكينا وتتقاتل أيكما يفوز. رغم التعب والحزن شنو قال له؟ قال له أعطيني سكين وأعطي له سكينا، فإن قتلني أرسلني إلى جدي محمد. محمد وين مولانا؟ في الجنة. وإن قتلته أرسلته إلمن؟ إلى أبي سفيان للنار. يعني شوف شوف الكلام، يقول يزيد غضب، قال كبيرهم لا يقاس وصغيرهم، قال ذولا وين؟ تعبان ما تقدر له، عطشان ما تقدر له، صغيرهم يتكلم كبيرهم يتكلم، عجبون ذولا الناس. دول أبناء مختصر مولانا، أبناء الحسن عليه السلام. ظلت عندنا ماذا؟ بنات الحسن. أنا ما أرد أخذ إلا كما أنه طلب الأخوة من عندي اللي هي السيدة شريفة. شوف مولانا، كثير من القبور، كثير من الشخصيات اختفت، وهذا مولانا مو تقصير بالشيعة، أنه التاريخ مولانا والسيرة ضاعت، مكاتب كثيرة حرقت. يعني عندك أكبر مكتبة في لبنان في ذلك الزمان حرقت، في بغداد هولاكو غطى فيها ماء الدجلة. يعني نتصور أنت زين اليوم مولانا أو عندك هالقاعدات هالقواعد الفقهية واصلت لك، أو زين مولانا الفقيه يجيب الرأس عد الرأس، تدري أنت مولانا شنو؟ يعني أكثر المصادر أولا كتبت ليس بيد ماذا؟ من الموالين. وبعد وهناك من كتب متعمدا لتغيير مجرى التاريخ. يعني زين انت وصلت لك ماذا؟ وصلت لك هذه الامور. زين انت وماذا؟ الله سبحانه وتعالى حافظ على قبور اهل البيت. يعني لو ترجع انت مولاي الحسين عشرات المرات، عشرات المرات حرثوه وفتحوا عليه الماء، شاء الله ان يبقي ماذا؟ قبر الحسين. مسافة طويلة جدا. يعني تدري انت خولة مولانا، خولة في لبنان، خولة يعني تقريبا انه اصدرها القبر هذا رسميا من قبل تقريبا 350 سنة بوضع اليد. يعني تدري انت اكثر القبور اخذناها ماذا؟ اخذناها توارثا من الناس. بعض الناس هذا قبر اهل البيت، هذا قبر، وإلا كثير من القبور. يعني ترى المصائب اللي جرت على أهل البيت، زيد ابن الإمام، زيد ابن علي مولانا، زيد شنو سووا به؟ زيد يعني زيد أصحابه دفنوه ماذا؟ دفنوه تحت سقاية من الماء، إخفاء لقبره، إخفاء لجسده، وأخرجوه وعلقوه ومثلوا ما مثلوا. تعرف شنو اللي جرى على أهل البيت؟ زين مولانا لما ترجع إلى السيرة، لما نقول هذا الاسم ما موجود، مو معنى أنه هذا يعني الشخصية كلها ما موجودة، هذا كلام مو صحيح. كثير مولانا أنت اليوم روح إنوين؟ روح مولانا إلى أكبر العلماء وقل له الحسين عنده تقريبا في الطف من 70 إلى 80 طفل، طيني أسماهم، يقولك ما أعرف كل أسماهم، كل أسماهم ما أعرفها. ولهذا مولانا قبر السيدة شريفة، لعل هذا الاسم اللي هو شريفة هو ماذا؟ هو لقب سميت به هذه الشخصية. هذه الشخصية لا تتصور أنه صار لها فت 5 سنوات كشفت، لا، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، أنها ماذا؟ بنيت. وأكو اختلاف بين كشفت وبنيت، وإلا القبر كان موجود من قديم الزمان. الناس كانوا يسموها أم محمد، ولهذا بعض العلماء ماذا استنبطوا؟ أن هذه المدفونة في هذا القبر اسمها فاطمة، وهي أم الإمام الباقر عليه السلام. هذا قول
لأنها كانت تسمى ماذا؟ تسمى بأم محمد. العراقيون يعرفوها بهذا الاسم، أم محمد. راحت أم محمد، زرنا أم محمد، وصلنا لأم محمد نسبة إلى محمد الباقر، لأن الإمام الباقر هو الأول من بعد الحسين، هو الأول اللي جمع ماذا؟ جمع بين علويين، بين حسن وحسين. يعني أم فاطمة اللي كانت في السبي، فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى اللي زوجها منه زين العابدين. زين العابدين كان وين مولانا؟ مع السبي، فلا إشكال أن تكون زوجة ماذا؟ معه. وتدري مولانا السبي طويل، شديد الحرارة، شديد الجوع، فماتت في هذا المكان. هذا قول، أنا لقيت هذا القول. زين، بعد مولانا هناك قول آخر، لا، لعلها واحدة من أبناء الحسن، ليس ماذا بالمباشر، يعني مو بالتم المباشر، لعلها ماذا من بنات بناته، يعني ماذا من أنه من نسله، يعني مو أنها ابنته بالمباشر. واسمها ماذا؟ واسمها فاطمة، أو اسمها ماذا؟ شريفة. منو قال يعني؟ مولانا عن نفي الاسم ليس معنى أنه ماذا؟ نفي الشخصية. هذا الأمر. الأمر الثالث اللي أرد أبينه مولانا، لما تروح أنت اليوم هسه بغض النظر هي منه، من أبناء الحسن، من بناتي، من بناته المباشرة، من لا من ذريته الغير مباشرة، هي أم الإمام الباقر. مولانا أنت واصل وشايف المعاجز يولا مولانا. القبر احنا عندنا مثل في العراق يقول، شو يقول؟ يقول القبر اللي ما يشور ما يزار. هذا مثل عندنا عربي قديم، يقول القبر اللي شنو مولانا؟ اللي ما يشور ما يزار. ماكو مولانا الناس تعزف عنه. انت شايف اليوم زيارتها يولا، انت شايف من الطوائف كلها، يعني مو بس من الشيعة مولانا، من السنة ومن الشيعة، من جميع المسلمين. انت شايف القطع اللي قاعد تكتب، انت شايف الوفود اللي قاعد تجي يولا، اصبح مزارها يشار اليه بالبنان. وهاي المرأة وهاي الشخصية لو أنها ليس بكريمة وليس لها مقدار عند الله لما أظهرها الله من هذه السنين. أهل البيت سلام الله عليهم، مولانا تمسك بأهل البيت. مولانا اليوم تشوف لك سيد يمكن بعد عن رسول الله فد ألف سنة، مولانا فد كذا جاد، تأذيب كلمة الله يأخذ ماذا؟ الله يعيب هذا الإنسان كرامة لرسول الله. ولهذا واحد من علمائنا يقول هكذا، يقول إذا أذاك سيد لا تسولف وياه. ليش؟ يقول ألف عين لجل عين، يقول كرامة لرسول. يوم القيامة راح تجي لرسول الله تقول يا رسول الله أطلبك، مو أنت أبوه، مو أنت جده، شغير جده يمشي علي ولا؟ يا رسول الله أنا ابنك أذاني، يلا نطين حقي. شنو حقه؟ ما تشتهي الأنفس. يعني رسول الله ويريد رضيك، شنطيك. ولهذا تشوف أنه ماذا؟ أنه يحترم السيد. بعض الناس يقول لا مولانا، لا 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 لا، يحترم السيد مولاه كرامة لرسول الله. أنا عندي وقت، خلني أقول لك هالقصة هاي حتى تحضر في بالك، لأن أسمع بعض الناس يقول هكذا مولانا هذا، لا لا مولاي، سيد. أنا هسه لما أتكلم والله أنا ابن فلان، أنا فلان، أنا إيه وخير بعد. وانت وصل للسبعة للستة تيهت، أكو غيرهم؟ سابع جت، ثامن جت، تيهت. هذا مولانا قبل أنا ابن محمد، خلاص انتهت القضية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا الإمام الكاظم عليه السلام لما قال لهارون، قال له شنو الفرق أنا ابن عمه أو أنت تقول أنا؟ قال لا، قال له الآن لو أن رسول الله حاضر يخطب من عندك مرأة تنطي؟ قال له طبعا أنطي، أتشرب بي؟ قال له أما أنا فما أعطي. قال له ليش؟ قال له بناتي محرمة عليه. هذا جدي بالمباشرة، أنت شنو ابن عمه؟ أنا جد، هذا جدي بالمباشرة، هذا أبوي.
ولهذا يوم القيامة عندنا مولانا شخصان ينظران إلى وجه الزهراء، السيد والميرزة. الميرزة أبوه عمي بس أمه شنو مولانا؟ علوية. فله ماذا؟ له قربة مع من؟ مع رسول الله. هذا في يوم من الأيام ارجع للسيرة، ارجع للتاريخ، بطون الكتب وتلقى القصة. خاب واحد يقول لك الشيخ قال، لا اسمع الكلام هذا المولى. هذا فد واحد كان يضرب عود مولانا، ولكنه كان شنو؟ سيدا. اسعكم مولانا السيد شنو يصلي؟ اكو سيد شنو هم يصلي؟ زين، يقول كان واحد من بني العباس، ما اتذكر اسمه، من بني العباس تبين يسوون كيف بالليل ويالي يضربون العود. هالسيد هذا كان اسمه، أتذكر حسب ذاكرتي قوية الحمد لله، اسمه في ذاك الزمان سيد أحمد في ذاك الزمان. يقول كان يضرب عود، فالظاهر ليلة من الليالي هذا الـ من بني العباس عنده شنو؟ هذا طبعا القضية في أيام الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول كان عنده شغل، وهذا جايب عوده، وهذا متعود بعد يأكل ويشرب ويقعد ويسهر، فيلزم عوده من المغرب ويوقف. هذا السيد وين يوقف؟ باب القصر حتى يدخلون يسهرون. يقول قالوا له السيد واقف على القصر، واقف على باب القصر وجايب العود مالته. قال خلوه هسه شوي عنده شغل، خلوه. صارت ب 11 بالليل، صارت ب 12، قالوا له ابويا واقف هذا لهسه. قال السحلوه طردوه، يلا جاي نعوده. يقول طردوه، فالسحلوه يقول ذبوا لنا. قالوا له امشي. يقول ورا فتره من الزمن هذا من بني العباس راح وين مولاي؟ زياره للامام الهادي سلام الله عليه. قالوا له سيدي يا ابن رسول الله، هذا من بني العباس بالباب، مسؤول خليفة مولانا في وقته، زين صاحب سلطة. قال من الإمام خليه شوية تاني، خليه تاني شوية عنده شغل. يقول وقف هذا زحمة عليه، هذا دقيقة زحمة عليه، وقف لفت ساعة. يقول طرق الباب بعد مرة ثانية، قال خليه شوية، خليه انتظر عنده شغل. يقول شوية لمن انفجر بالصايح. يقول الإمام قال دخله. قال له سيدي يعني أنا وقفتني على الباب وخليتني أنا حالي حال الناس. قال له شامن وقف السيد أحمد على الباب وأنت مربع بنفس الفسق والفجور، ووقفت على الباب وخليت كل من يسأل هذا ابنه، هذا سيد فلان، سيد فلان، سيد فلان، سيد فلان. قال له سيدي بس هذا صاحب عود، قال ذنبه عند الله، أنت لازم تحترمه. المن تحترمه؟ لجده رسول الله، يحمل جد رسول الله. يقول سمح سيد أحمد بهذا الأمر أن أجداد رغم ذنوبه يدافعون عنه، فتاب توبة نصوحة وأصبح من العباد، أصبح من العباد. ولهذا مولانا أنه ألف عين لجل عين ماذا تكرم؟ كرامة لرسول الله، كرامة لعلي أمير المؤمنين، كرامة للزهراء سلام الله عليها. والله يا أخوة، والله والله عندي دقيقة أخذ من عند. أنا أعرف قصة في مدينة صارت، كان السيد هناك مستأجر بيت فقير، وإجت مرأة طلعته من داره ورمته ما عنده، هاي قصة معروفة، طلعته من داره وذبت أغراض خاصة بي لأنه كان مريض فما حد يطلع عليهن، ما أقدر أقولهن يعني أغراض. فقال كلمة واحدة، قال له إذا أنا جد رسول الله، الله يفضحك فضيحة لا مرت من قبل ولا راح تمر من بعد، إذا أنا جد رسول الله. تدري شنو صار بها مولانا المرأة هاي؟ هاي المرأة سبحان الله راحة إلى أحد الأماكن وما عندها أطفال، فسرقت طفلا صغيرا من عمرها. هذا الطفل لزق وين؟ على صدرها، وتيهت الطريق إلى أن مات الطفل وين؟ على صدرها. مولانا فضحت بفضيحة لا مرت من قبل ولا ماذا راح تمر من بعد. عرفت الآن لما أقول لك منزلة رسول الله، أبناء رسول الله، هلا هلا بأبنات رسول الله. لأنه مولانا إمام الصادق جي واحد يقول له الله رزقنا بنت، قال له سميتها؟ قال له فاطمة. يقول قعد الإمام بكى، قال له فلا تصرخ بوجهها ولا تضربها على وجهها لأنها تحمل اسم جدتي فاطمة، بس تحمل الاسم، فكيف بالزهراء اللي يقول علي بن أبي طالب والله إذا اشتقت إلى رؤية رسول الله نظرت إلى طولها، نظرت إلى مشيتها، سمعت صوتها، نظرت إلى وجهها، كانت تشبه رسول الله. عمرها 18 سنة بعدها بعز شبابها، حامل بالمحسن يعصروها بين الباب والجدار. يا فض سنديني والله قد أسقطوا جنيني، تقول لأبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب،
وحسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نعاب، عصرني واسقط المحسن وصدر نعاب، وضلع انكسار وجنيني أيست من آخ. يقول سقطت على 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 الأرض مغمى عليها. يقول أخذوا عليا مقيد أيها المؤمنون، علي بن أبي طالب مقيد تقول أسماء، والله أبكان الحسن والحسين. شنو سووا؟ يقول كان جلس عند الزهراء هذا ينادي أمه كلميني أنا حبيبك الحسن، تقول أسماء ولكن والله كسر قلب الحسين. شنو سوى؟ تقول وضع خد على ضلع فاطمة، أمه كلميني أنا حبيبك الحسين، أمه فإن لم تكلميني خرجت روحي من بدني. يقول استيقظت فاطمة، حسن حسين أين أبوكم عليه؟ قال أمه قد أخذوه إلى المسجد مقيد. يقول وضعت الخمار على وجهها وهي بتلك الحالة، يقول معها الحسن والحسين، صاحت اترك بحلي وإلا رفعت حجابي. يقول رجع قنفذ، الله يا قنفذ. الحسين يقول لزينب يوم كربلة، يقول هذا قنفذ لما رجع كان ضاحكا يحرك بالصوت هكذا يمينا وشمالا. قال يا فاطمة ارجعي إلى الدار. قالت والله لا أرجع من دون علي. يقول ضربها بالصوت على ظهرها، صاحت آمر على عبد ضربني ومن ضربت للقاع ذبني، مو يذبني ومن الناس ما واحد رحمني. بعد اسمع القصة شنو. يقول لطم الزهراء على عيني. الحسين يقول للزينب يوم العاشر، يقولها زينب انت كنت ما موجودة، امي راحت خلاف المسجد فناديتها اماه الى اين انت ذاهبة؟ قالت الى مسجد رسول الله. قلت لها اماه المسجد خلفنا. صاحت بني حسين لا تلمني ان الرجل لطبني على عيني. تدري أقول لك شنو صار؟ علي بن أبي طالب أرسل سلمانا، يا سلمان اذهب وارجع فاطمة إلى الدار. يقول راح سلمان ورجع يلطم على رأسه ينادي ومحمدا وعليا. قال يا سلمان ما الخبر؟ قال والذي نفس محمد بيده، سمعت ملك العذاب يقول لجبرائيل، يا جبرائيل إن العلامة التي بيني وبينك إذا رفعت فاطمة حجابها لأغلبن الدنيا بما فيها. آخ يا زهراء. يقول رفعت أطراف الحجاب، ارتفع مسجد رسول الله، تركوا الزهراء، تركوا عليا، جاء مهرولا. تدري شنو سوى علي؟ يقول ضم الزهراء إلى صدره. يقول بدأت الزهراء تشكو لعلي، يا علي قد كسروا ضلعي، يا علي قد أسقطوا جنيني. يقول الحسين كان الحسن بيد والد علي وأنا بيد أمي، فهمست بأذني صاحت حسين لا تخبر والدك علي إن الرجل لطمني على عيني. ليش يا أمه؟ قالت يموت من ساعتي وما عدنا غير علي بن بعد رسول الله. يقول بقيت في الدار كل يوم تأخذ الحسن والحسين معها إلى قبر رسول الله. اسمع أيها الموالي، في يوم من الأيام غسلت للحسن، غسلت للحسين، وضعت يد الحسين في يد الحسن، قالت لهما اذهبا أنتم إلى قبر رسول الله. وأنت يا أمه؟ قالت أنا اليوم متعبة. تقول أسماء والله كسر قلب الحسين. ماذا فعل يا أسماء؟ تقول وصل عند الباب فالتفت إلى أمه صاح ومصيبته.
ثم التفتت الزهراء إلى أسماء: يا أسماء سوف أقرأ القرآن، فإذا انقطع صوتي فناديني، فإن لم أجيبك فاعلمي أنني فارقت الحياة. تقول أسماء: والله كنت أسمع صوتها، لحظات انقطع صوتها، ناديتها يا زهراء فلم أسمع جوابا. يا أم الحسن والحسين. تقول: دخلت عليها وجدتها متوجهة نحو القبلة، وقد وضعت خمارها على وجهها، ووضعت يدها على ضلعها، وقد فارقت روحها الدنيا. أين المنادي وفاطمته؟ تقول: بينما أنا هكذا وإذا الباب يطرق، فتحت الباب وإذا بالحسنين. التفت لي الحسين، قال: يا أسماء ما لي لا أشم رائحة أم فاطمة. فقلت لهما: أمكما نائمة؟ قال: وما ينيم أمنا، هذا الوقت مو وقت نوم، هذا وقت عبادته. تقول: فقلت لهما: اجلسا حتى آتيكم بطعام. فصاح خلف الحسين: يا أسماء من أين علمت أننا نأكل من دون أمنا فاطمة؟ فأحسا بالمصيبة، دخلا إلى الغرفة. تقول أسماء: جلس الحسن عند رأسها يناديها: أمه كلميني، أنا حبيبك المجتبى. تقول: ولكن الحسين كسر قلبي والله، شنو سوى يا أسماء؟ تقول: وضع أقدام فاطمة على خده، صاح: أمه كلميني، أنا حبيبك الحسين. والله إن لم تكلميني خرجت روحي من بدني. يقول: بينما هو هكذا وإذا بالحسن صاح: أخي حسين، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. ذهبا مهرولان إلى دائلة إلى المسجد. يقول: لما سمع علي بن أبي طالب، يقول: سقط على الأرض مغمى عليه. لما استيقظ ترك عمامته وجاء مهرولا إلى الدار. تقول أسماء: والله ما رأيت عليا كهذه الحالة، شنو سوى؟ تقول: جلس كجلوس الابن بين يدي أمه، يقول: أدق الليل اشتهى يصير، آخ دق الليلي اشتهى يسين، مرتج ابدت يوم حسن وحسين. يقول سلمان المحمد، يقول: والله كسر قلبه كلمة الدعاء، يقول: كسر قلبه على ابن أبي طالب. يقول: لقيت وين يهيل التراب على رأسي في ليلة استشهاد فاطمة. يا علي، إن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال: نعم يا سلمان، ولكن فاطمة والولدان كسرا قلبي والله. شنو سوى؟ قال: بينما أنا أغسل بفاطمة دخلت يدي بين ضلعيها، فسمعت طفلان يبكيان. دخلت إلى الحجرة، وجدت الحسين نائم على صدر الحسن يناديه: أخي حسن، الآن قد فقدت أمي فاطمة. فناديت حسن: حسين تعالى وتزودا من أمكما فاطمة. يقول: لما وصل ورمى الحسن على صدر أمه والحسين على صدرها، سمعت لفاطمة: قد أنت وحنت، يعني صاحت آه، وأنت وحنت، وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا بملك من الملائكة صاح: يا علي ارفع الحسنين، والله قد بكى أهل السماء. يقول: هذه الليلة دفن الحسين، دفن أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، وكانت من وصاياها: يا علي اقرأ القرآن عند رأسي، أحب أسمع صوت القرآن، أحب أسمع القرآن بصوتك. يقول أول ليلة، يقول الإمام قرأ القرآن أغمي عليه. يقول ماذا رأى؟ يقول رأى فاطمة معصبة بعصابة سوداء تنادي: يا علي لا تأتي بعد هذه الليلة. ليش يا فاطمة؟ هذا طلبش. قالت: الآن قد استيقظت ابنة زينب وهي جالسة على فراشها خائفة. يقول ذهب الإمام إليها، ودخل إلى الدار، وجد زينب جالسة على فراش فاطمة.
يا بيت أريد أبجي ونوحا بيك، يا بيت وعلى الكسرة وضلحة وغصوب، والله يا بيت يا بيت يا أم حسين تبجي عليك يا بنت، أظنها اللي انسبت بالغاضرية، يا وظنها اللي انسبت بالغاية، يا ضري. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا نسألك يا الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، اللهم شافي مرضانا يا الله، اقضي حوائجنا يا الله، حوائج الدنيا والآخرة. إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقضي حاجة، من كان مريضا فاشف مرضى، من كان محتاجا فاغنيه يا رب العالمين. أموات مؤسسي هذا المأتم الشريف، أموات من جلس في مجلسنا هذا، أموات شيعة أمير المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.